نكمل في حل الاكزامبلز. في هذا الاكزامبلز معطيني داتا لشورت سيركت والاوبن سيركت تيست ل 240 كيلو فولت امبير، 4800 ل 240 فولت 60 هيرتز ترانسفورمر. هاي الداتا الاوبن سيركت تيست صار على اللو سايد والشورت سيركت تيست صار على الهاي سايد. اول شيء بده نحسب البارامتر، فنيجي بنكتب ترانس نحط واحد، فندخل اس قيمتها 240، جهد اللو 240 برضه 4800. طيب هسه بحكي لي ادخل الاوبن سيركت تيست داتا. مثل ما بنعرف الاوبن سيركت تيست صارت على اللو سايد، فال لو فولتج لو سايد هو عبارة عن اللو فولتج، مش شرط دائما اللو سايد هو الهاي فولتج. جهد 240 10. هسه بدنا ندخل الشورت سيركت تيست صارت على الهاي فولتج، هاي هيك تقريبا. يعني الجزء الاول انتهى السؤال، هاي وجدنا. طبعا هو في السؤال هون نشوف الكتاب، يعني مش حاكي لاي جزء بده اياها، هو انك تطلع القيم، نقارن بينهن. 312 واحد بوينت صحيح 100%. هسا في المطلوب الثاني بدنا نوجد البيرفورمانس للترانسفورمر ونوجد ونبني اللي هو الافشنسي كيرف. فهو بالسؤال بحكي لي انه اس تساوي 240 للود، الباور فاكتور 8 بالعشرة، بحكي لي اذا لاجينج حطها في الجي لود تيرمينال فولتج اللي هي على السكندري راح يكون 240 فولت. ف طبعا هاي قيمة السكندري لو فولتج، طبعا هاي الرسمة ترانسفورمر افشنسي. هسه بس نحكي اول شيء عن القيم، سكندري لو فولتج لود فولتج اللي هي 240 فولت، سكندري لود كارنت لما حطيت هذا اللود كانت 1000 امبير، والكرنت اذا بدك تحوله ل من جهة البرايمري راح يكون 50 امبير حسب التينز ريشيو. البرايمري نو لود كرنت كمان بعطيك اياه، برايمري انبوت، يعني جميع القيم اللي بتهمك في الترانسفورمر. هسه نيجي لهي الرسمة، بنلاحظ اول اشي انه الافشنسي عندها بتتغير تقريبا من 96.7 لعند الماكسيمم اللي هي 98.1 تقريبا. بنلاحظ ثاني اشي انه الماكسيمم للافشنسي هو صار زي ما بحكي لي، هو صار عند 177 كيلو فولت امبير 8 بالعشرة باور فاكتور. هسا انا اذا اجاك سؤال حكي لك وين صار الافشنسي، لاحظ انها كيلو وات، فعندك كيلو فولت امبير وكيلو وات صار عندي، يعني انت ببساطه بتقدر تحولهن. فهاي لو تضرب 8 بالعشرة ضرب 177 راح تعطيك قيمة الكيلو وات بالضبط وين صار الماكسيمم افشنسي تقريبا هون. فهي عرفنا طبعا رسمة الترانسفورمر افشنسي بعطيك اياها من 25% ل 125% من اللود.